شهد ميدان الشهيد حسن جاموس من مدينة آتيا البطحة مناسبة عسكرية إحياء لذكرى 57 لعيد الاستقلال. ترأس المناسبة حاكم الإقليم جان برنار بداري. تقرير محمد طاهر جميل الحر. 11 من أغسطس 2017، هذا الموعد الوطني الذي يصادف الذكرى 57 لاستقلال البلاد احتفل به كباقي المناطق هنا في مدينة آتيا. المدرج الرسمي لميدان الشهيد حسن جاموس امتلأ بالسلطات المحلية، مدنيين وعسكريين، كما أن المواطنين احتشدوا لمشاهدة فعاليات الاحتفال التي احتوت أيضا على تقديم أغاني حماسية من فرقة أولاد البطحة. بعد دقائق من وصول قائد المنطقة رقم 12 لقوات الدرك الوطني الجنرال وادي جاجير، وصل حاكم الإقليم جان برنار باداري إلى محل الاحتفال. الحاكم تفقد في البدء القوات قبل أن يتم رفع العلم. بعد ذلك وضع الحاكم إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول. تصفيقات وأهازيج من الزغاريت صاحبت العرض العسكرية الذي شاركت فيه قوات من الدرك الوطني، قوات الحرس الوطني الرحل، وكذا قوات الشرطة الوطنية. عرض رائع أشاد به الجمهور. بعد هذا الحفل العسكري نظم الحاكم بمقر إقامته حفل تناول المرطبات، حيث انتهز الفرصة ليتناول مع مساعديه المدنيين والعسكريين الحديث حول الوضع الأمني بالإقليم. وانتهت المناسبة بتقديم التهاني من الحاضرين إلى الحاكم وعبره إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. في ذات السياق، ترأس حاكم إقليم وادي فيرا الجنرال محمد ديليو تنقل بمدينة بلتن الاحتفال بمرور 57 عاما من الاستقلال الوطني وسط حضور كبير من المسؤولين وسكان المنطقة. تقرير حليمة السعدية. مدينة بيلتينغ هادرة إقليم وادي فيرا كباقي مدن وأقاليم البلاد، حيث احتفل المواطنون بذكرى الاستقلال المجيد في دورته 57 بحضور حاكم إقليم وادي فيرا الجنرال محمد ديليو تنقل وجمع من السلطات الإدارية والعسكرية والتخليدية في الإقليم، فضلا عن السكان الذين قرجوا بكثرة لإحياء هذه المناسبة، حيث بدأت الحفل برفع العلم، ومن ثم قام الحاكم بوضع الإكليلا من الزهور على القبر الجندي المجهول. وعقب ذلك بدأت المناسبة بالعرض العسكري الذي شاركت فيه قوات الدرك الوطني والبدو الرحل والشرطة الوطنية وشرطة البلدية، الذين قدموا عرضا عسكريا رائعا نال أجاب الحضور. سكان مدينة دوبا حاضرة إقليم اللاجون الشرقي هم أيضا احتفلوا بذكرى عيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس من كل عام بحضور الأمين العام للإقليم لاجون الشرقي عبد الله إبراهيم. تقرير مريم عبد الرحيم عرضه. شهدت ساحة الاستقلال بمدينة دوبا حشدا شعبيا كبيرا في الساحات الأولى من صبيحة 11 من أغسطس، وذلك بمناسبة الذكرى 57، حيث خرجت جموع غفيرة للاحتفال. هذا وفي بداية المناسبة قام الأمين الإقليمي لليجون الشرقية عبد الله إبراهيم موسى، الذي كان محاطا ببعض القيادات العسكرية بالإقليم وبمعيتهم عمدة بلدية دوبا وعدد من المسؤولين بالمنطقة، حيث تفقدوا الوحدات المختلفة للجيش الوطني. ومن ثم قام الأمين الإقليمي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، وبعدها تابع الجميع العرض العسكري الرائع الذي شارك فيه كل من الدرك الوطني والحرس الرحل والشرطة الوطنية، وقدموا عرضا مميزا نال رضا الجميع. بحضور حاكم إقليم بوركو أنغارو أحمد أيجو، شهدت ساحة الحرية مدينة فايا حيثيات الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال، وذلك والذي شهد عرضا عسكريا شاركت فيه بعض وحدات الجيش الوطني. تقرير بحر الدين عبد الشافي دوت. مدينة فايا حاضرة إقليم بوركو هي الأخرى احتفلت كغيرها من المدن التشادية بالذكرى 57 لعيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس من كل عام وسط حضور رسمي وشعبي كبير
في ساحة الاستقلال بمدينة فيا إلى جانب نواب المنطقة يتقدمهم حاكم الإقليم أنغارو أحمد أيجو وقائد المنطقة العسكرية رقم 7 دادي أحمد وعدد من القيادات العسكرية شاركت فيه قيادات الجيش الوطني وقوات الحرس الرحل والشرطة الوطنية إلى جانب القطاعات المدنية لإحياء الذكرى 57 لاستقلال البلاد من فرنسا حيث نال العرض العسكري والشعبي إعجاب الحاضرين. تشهد مدينة أم حجر هذه الأيام ارتفاع مياه نهر البطحاء الموسمي الذي يعد أحد أهم المجاري المائية بالبلاد، ويتزامن ذلك مع بداية تحركات الرعاة والرحل. الزميل محمد طاهر جبرين الحر يسلط الضوء من مدينة أم حجر على وصول مياه نهر البطحاء وحركة الرعاة والرحل في هذا التقرير. يعد نهر البطحاء الموسمي أحد أهم المجاري المائية بالبلاد، وتعتبر مدينة أم حجر أهم مناطق مرور هذا النهر الذي ينبع من السودان ويصب في بحيرة الفتري. خلال فترة ارتفاع مياه ما بين يوليو إلى سبتمبر تبدأ حركة كبرى للرعاة الرحلي مع مواشيهم، حيث يمر كل يوم آلاف من الإبل والأبقار والأغنام في مواكب قطعان ترسم لوحة رائعة يقف بعض المواطنين لمشاهدتها بإعجاب. أيام دقاق ده نجي البطل وما بقلونا نلافه شنو ده، لأن بكان ده الكبري ما فيها الوتائر ذاته بقطعون ببراميل وشنو ده الباكل وده بشنو الضين، كثير من الضين قاعدين تقاد تتا لكن أصل الحمد لله نبوع منهم اللبن، نبوع منهم الرواب اللبن الحليب، نبوع منهم أهلنا بعد مرتاحين بقطعوا. لما نحن زمان قمينا لقينا البطه دي لما تجي الناس بتلقوها بالكواريك بالبيلاد وشنو بقدموها، والأرض لما تجي ذات المراهد ذات إلا مراهب 5000-6000 فتبقطوه. هذا النهر الذي سمي إقليم البطحة باسمه يعتبره أهالي الإقليم هوية وتاريخا أصيلا، ويتأسف البعض لعدم استغلال مياهه بصورة كبيرة في أعمال مدرة للعائدات كالصيد والجنائن. بطنا ما بتفيد برا الناس بقدروا بزرقوا طماطم درابة بيسو بربري، بعد ده فوق الصيف الناس بيسو كونتر سيزون نفس الأشياء اللي بيسوها في الخريف بقدر بيسوها فوق في الصيف كله. ونشير إلى أن جسر مدينة أم حجر هو أول ثاني الجسرين اللذين تم إنشاؤهما لتسهيل مرور المواشي، حيث يعد إقليم البطحة أغنى مناطق البلاد من حيث الثروة الحيوانية.